على كل مشاهدي كايرو لايف قناة القاهرة 24، معاكم محمد الرمادي من داخل منطقة ترسا بالهرم. بنرصد لحضراتكم تفاصيل واقعة مأساوية، واقعة زوج أنهى حياة زوجته بطعنا بعدة بالسكين عدة طعنات بسبب سرقة 20,000 جنيه. جمعية كانت بيلموها مع بعض زي أي ناس بيعملوا جمعية. هنعرف تفصيل كاملة من الأسرة. خلينا ننتقل للحاج البقاء لله وبنرحب بيك. قول لنا إيه اللي حصل بالتفصيل. اللي حصل بالتفصيل إنها بنتي كانت عندي زعلانة بقالها 15 يوم. فبتلم جمعيات. بتلم جمعيات. لما بتلم جمعيات قاعده معايا. فلمت الجمعيه على اخر كان في خلاف عشان هي قاعده معايا، خلاف عشان قاعده معايا زعلانه. فقاعده معايا فلمت الجمعيه، فرقع العباد الله للناس. فهو قالها الساعه يوم الجمعه الساعه 2 بالليل او 1:30. كان عارف ان هي مشتركه في جمعيه وهي اللي بتلمها. وعاوز ياخدها منها، ده حرامي وبلطجي. طب هل نقدر نقول الخلاف اللي قعدت في البيت علشانه بسبب الجمعيه؟ بسبب الجمعيه؟ ولا كان في خلافات تانية؟ كان في خلافات تانية بيناتهم. كان ضاربها. أيوة. دي أول مرة يتخانق معاها ولا كان؟ على طول. بقالهم قد إيه متجوزين؟ بقالهم أربع سنين. أربع سنين. أيوة. معاهم أولاد؟ لا. بس كانت الخلافات مستمرة. مستمرة على طول. كمل اتفضل. الخلافات كانت مستمرة على طول. المهم هي لمت الجمعيه وجايه بقى الساعه 2 بالليل او 1:30 بالليل. انا كنت في الفيوم، كان عندي مصلحه، وامها واخواتها راقدينها كله، راقديني وقالوا لي راقده في اوضه وامها راقد العيال. الكلام ده كان بالليل. كان بالليل حوالي الساعه 1:30 بالليل. فخبط على الباب فتحت له بنتها الصغيره. حضرتك كنت موجود في البيت؟ لا، انا كنت في الفيوم ساعتها. فتحت له البنت الصغيره فقالت له سيب ماما نايمه. قال لها لا انا عايزها، انزلي تحت انت اللي عايزها. فنزل بيتي تحت. ركنت في الصاله كده وراح هاتف فلوس، ما هاتف فلوس، ما رضيش يدي فلوس، عرفت فلوس ناس، راح مغميها بالبطانيه كده هي ونايمه. هي نايمه. طخ 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 طعنها تسع طعنات بسكين. بسكين. نزل يجري وراه، ما طلوش جري، ركب التوك توك، اتكل على الله، راحوا شايلينها. لما وداها المستشفى قعدوا يعملوا لها عمليات وبتاع، ماتت في نفس اخر حاجه قالت لها لكم ايه؟ ما اعرفش، قالت اي وخلاص لما. لا اكتر ولا اقل، اي لما وخلاص. راحوا شايلين، ماتت بقى في مستشفى. حضرتك بتقول لي اتصلوا عليا وانا في الفيوم، جيت بقى بليلي برضه. لما جيت لقيتها صلاه الله وبركاته. جيت وبعدين لقيتها في المستشفى. يا اولاد قالوا دي انت سر الاخر وصاحبه.